السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يونايتد هنا لدينا البداية التي تأتي وأول أهداف اللقاء عن طريق بول. لمس الكرة ومن ثم يحتسب التسلل منذ خروج الكرة من أقدام بيدرو. الكل ينتظر بلا شك ما الذي من الممكن أن يحدث، والفار جول. أوه. نعم، ويترك المساحات خلفه، كرة تلعب الآن، خطيرة. في الملعب وزاتزا، وهنا لدينا بيلول. أي حظ هذا يتحصل عليه هذا الرجل. تورينو بيلوتي. الله، إنه قائدهم. نعم، عندما يتعلق الأمر بالقائد فإنه يظهر في أحلك الأوقات وأهمها. نعم، هنا تسديدة، لكن تصل انبعاث الصدر بالسلامة. هنا تسديدة، الله. وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء، محاولة هنا رأسية، الله. ياتي التعادل عن طريق ديسترو، وإن كانت الملامح صامتة لكن عند ضرب المرمى. هنا الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية. لكن تشيزني يشيلها بالمقص بشكل بارع. مرة تانية التسديدة، جول. المرة التانية التسديدة، جول للبديل. أمامنا هنا عمل بروفة أولى ميلانوفسكي، والرابطة المرة دي بقى يعني مفيش لتشيزني، الكرة لمست في حد، الكرة غيرت اتجاهها وسجل ميلانوفسكي هدفا رابعا له. فوات، لكن في النهايه كان مؤدعان بينما كره وفرصه. هدف في هذه اللحظات عن طريق دينيس بوانغا. نعم، ينجح في تسجيل الهدف الاول لفائده نادي سانتيتيان. المفاجاه للاخضر، والضيف يتمكن من التسجيل. يا ماوريسيو، يا كره هنا تمشي لاندير، يلعبها في العمق، فرصه ونو. تعادل. امبابي، نعم، يعدل النتيجة في هذه اللحظات. يا سلام على أناقة امبابي، وليس امبابي، وحضور المنقذ امبابي. هنا سانتي دي ماريا في المراوغة، 1-2، دي ماريا يلعبها لامبابي، امبابي، ركلة جزاء. ركلة جزاء لكيليان امبابي. مشاهدينا الكرام، كيليان اصطاد ركلة، يطلق الصافرة، امبابي يتقدم. امبابي جول. امبابي والثنائية في البارك دي برانس سجل التعادل. دينيس ودينيس يسدد ريجو. رماحة
روما يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة. نعم يأتي التعادل عن طريق لاعب روما حمومة بعد التصدي الأول من سيرخيو ريكو. لكن هنا روما حمومة لجانبية مراوغة ممتازة خطيرة. جول سان جيرمان. الثواني الأخيرة كانت حاسمة والأرجنتيني الاستوندو يلعب كرة عرضية محاولة خطيرة استلام والتسديد وهدف لفريق سوسيداد. سوسيداد يسجل عن طريق كارلوس فرنانديز. فرنانديز ولد إشبيلية تربى في معقل الأنفيرس الكبير ولكن هو اليوم يدافع عن الوان الباص. خيسوس خيسوس كرة خطيرة والتعادل. هو التعادل هي كرة العودة. واحد واحد عبلا فرناندو ارتباك واضح في صوب فريق سوسيداد. أمام هجوم الروخي بلانكوس هذه عرضية متابعة. قاتلوا من أجل اللقب، قاتلوا من أجل الليغا. ثلاث كرة عند كاراسكو والثاني هو الأرجنتيني. دقيقة كوريا فعل الأرجنتيني أنخيل. أي استلام وأي الثالث فعل البلجيكي فعل كاراسكو. ضربة كرة في منطقة الجزاء عرضية متابعة. الرابع عن طريق الرابع من ماركوس للروخي بلانكوس. انتصر فريق هنا. محاولة كرة قوية. ماركوس يورينتي يسجل الخامس. خماسية للروخي بلانكوس لأتليتيكو. خمسة للشيء عبار ينهار. ينطلق بالكرة وكامبوس يسدد كرة ترتد في الشبكة. الماتادور ما يرحمش انصيري وهدف العادة سوسيداد. كما شرت العادة يوسف انصيري يصل لمرمى سوسيداد. ثلاثية في لقاء الذهاب. تاني خواكين عرضية خطيرة. جول نبيل فقير يتألق يتجمل. نبيل فقير يضرب بيد من حديد من البداية. تصويبة ايه وجمال ايه وروعة ايه. الله 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 يا لها من بداية ريال بيتيس العنيد. راتشيتش هذه طبعا جديش وتصويبة جول غريبة والله غريبة والله عجيبة. ولد جونزالو جيدش اللاعب البرتغالي يسجل هدف رائع. هو هدفه الثالث على فكرة هذا الموسم. بيسرق به الجميع. هدف بيخطف به الدفاع. نبيل فقير وتحضير على حدود منطقة الجزاء. يا سلام كان ليش يسجل يتألق يتجمل. هدف رائع كناليس. ياه على جمال الجملة. ياه على جمال التمريرة. ياه على جمال التصويبة. ياه على روعة الهدف. سولير جول تعادل عادل لفريق فالنسيا. في هدف في مرمى الريال قد يسجل. ماريانو لا 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 ل
يارا جيلينسكي إنسينيا خطيرة إنسينيا وجول سامي راندانوفيتش يصطدم بديفراي والكرة تزور الشباك جول في الدقيقة 36 من عمر الشوط فعلها نابولي وتوزيع خطيرة والدفاع وإريكسن قوية جول الضغط الرهيب يولد الانفجار الضغط يولد هدف التعادل أول أهداف إريكسن هذا الموسم يا سلام